السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، والشرب بكم وأهلا وسهلا بكم. اليوم احنا عندنا ليلة ويوم وللفنان الكبير سعد الحلي، ويانا مع أول قناة عراقية. قبل ما أبدأ أنه تخلي في بالك أنه قضية جدا مهمة اللي هي الدورات الموسيقية، تقدر تشترك بها بهذه الدورات الموسيقية، وهي 8 محاضرات بالشهر تقدر تتعلم عود وتتعلم الغناء وأصوله. وهسه الآن نذهب، طبعا قبل ما أبدأ رقم الواتساب موجود أسفل الفيديو، تقدر تتصل به على الواتساب حتى تقدر تفهم تفاصيل الدورة والاشتراك. احنا عندنا هذا هو اساسا ماخذه هو على مقام طبعا اللام، مجموعة تقول كورد بس هي اللام في الحقيقة، بسيط قاسي كفاصل موسيقى. طبعا هذا أعزف كمان بطيء ما المبتدئين. عزفت لكم الأغنية كأنها ما طبيعية. فاصل 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 سي نازل نازل لا زيدا 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 با زي نازل. هنا راح يصير، هنا راح يصير انه التكملة ري با ري مي نا ري مي فا جواب طبعا ري مي فا مي ري دو سي ها
هذه المقطع الكوبلي الأول. من عنده لأنه أنا أسفيكم أبطئ من الأغنية جدا أخرته. تحياتي لكم، ولا تنسون لايك والاشتراك، واللي يحب اللي يشترك بالدورات الموسيقية أهلا وسهلا بي، وتحياتي لكم للجميع قبولاتي، ولا تنسون اللايك والاشتراك. تحياتي لكم، السلام. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.